سلطانة كوثر لا خلقي من القعدة هون. بدك نطلع على الحديقة؟ لا منروح لعنده يا فريال. وين كنتي من الصبح مو مبينة؟ اجا ابراهيم باشا، اعطيته شوية معلومات عن الحرم لك. ايمتى اجا؟ من شوي اجا. عشو مبسوطة؟ وليش ما اكون مبسوطة؟ ما شفتي شو صار فينا بغيابه؟ الله يديمه ويديم مولاي السلطان سليمان فوق راسنا. امين. منيح انه اجا خديجة، وضع مو منيح. انسي، ما لقيته، فتشت كل الاغراض وما كنت لاقيه. اذا ما لقيتي ما بتكوني مضيعتي هون. انزلي اسألي لي الجواري، بلكي في شي وحدة اخدته. الجواري مستحيل ياخدوه، مين بدها تتجرأ؟ عايشة وقدروا يموتوها، شلون ما رح يتجرأوا علي؟ شوفي شلونك ويام؟ في شي سلطانة؟ ويام أنا هون مشان مصطفى قال لي إنه أنت حميتي، ومشان هيك بدي أتشكرك. ما عملت غير واجبي، ما في داعي تتشكريني. الله يحمينا ويحفظ لنا إياهم. آمين. أهلين ست فريال، صرتي أحسن إن شاء الله؟ أكيد صرت أحسن، بس أنت انتبهي على حالك وأوعك تطلعي بالليل. لمعلومك في مجرم خطير بالقصر، ولا سمح الله ممكن يشوه لك وشك أو ممكن يموتك. لساته هذا الجناح لإلك؟ الأولاد والجواري عم يضلوا هون، وأنا عم روح عجناح السلطانة خديجة مع مولاي. شو هو يام، لقيتي خاتمك ولا لسه؟ لا لسه ما لقيته. متأكدة إنه بشي مكان، ولأنه هالخاتم روحي فاللي أخده أكيد رح يتأذى. طيب مدامه هو روحك كنتي لا توقعي، أحسن ما يدوسولك عليها. مولاي ناطرني اليوم، عن إذنك بدي روح لعنده. ابقي زوريني بالتراس، نقعد سوا ونشرب عصير.
شو صار؟ ليش اجت لعندك؟ هي اخذته. لمين؟ خاتم الزمرد. لا مو معقول، لا تفكري هيك، لا مستحيل. طولي بالك، بكره رح اثبت لك انه هي اللي اخذته. We'll be right back.